ألو، اتفضل. يا وليد، أيوة معاك وليد، اتفضل. موضوع حضرتك عن شنو شيخنا اليوم؟ موضوع إن أنتوا قلتوا الولاية أصل من أصول الدين، وأن أركان الإسلام، أعمدة الإسلام، قواعد الإسلام لابد أن تقوم على هذا أو على هذه الجمل. إيه هي الجمل ديت؟ الحج، الصوم، الزكاة، الولاية، الخمس. أول شيء شيخنا، هذا الشيء خاص بالشيعة، لأن هذا الشيء إحنا صراحة إحنا الشيعة اتبعنا ما يقول به رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني هو قرآن، لأن معلش، يعني هو قرآن نزل ليكم انتوا، والسنة نزلت ليكم انتوا، والقواعد دي دينكم انتوا، يعني ما تحدث بيها الا شيعي. يعني انتوا شيعة اتنين تقعدوا مع بعض كده تقول له والله انا جالنا خمس، هو اتفضل الاركان الخمسة هيت، بس والشيعي التاني يرد عليك يقول لك اه والله صحيحة، وانتوا تقعدوا تبدلوها مع بعض يعني، ولا ايه؟ مش فاهم يعني. يعني انت ممكن تدعو شيخنا واحد تاني انا قصدي غير مسلم شيخنا بيها؟ العرض. شيخنا كمان اول شيء انت تشلبش بالقران، القران ما محرف شيخنا الله يخليك. القرآن ماله؟ التحريف ما محرف، لا يمكن تحريفه للقران أنا ما شيخنا. اتكلمت النهارده إن القرآن محرف، أنا بقول انت أنتوا بنيتوا الإسلام على عدة قواعد، القواعد دي لابد ألا تكون من المتشابهات، ما ينفعش قاعدة تكون وتكون متشابهة. الآن لو أنا قلت لك دلوقتي الحج، أنت هيتبادر في ذهنك إيه؟ الحج، لأن ما فيش إلا هو، ولا هو الحج ايه هو؟ نوعين؟ ما فيش الا لا هو الحج، والحج صح؟ ما بيجيش في السنه الا بس مره، على صح؟ عقيدة، لو قلت بس لك على الصوم عقيدة هتقول لي لا، صوم ايه يا شيخ وليد؟ انت عندك صوم اثنين وصوم الخميس، وعندك 13 و14 و15، وعندك صوم داوود، انت ايه اللي انت قصده من الصوم؟ فلذلك جت القاعده صوم رمضان، انتهت القصه. الزكاه صحيح؟ الزكاه بقى ساعتها بقى نعرف ايه الزكاه دي، ايه في زكاه، لكن هل هي زكاه الفطر ولا هي زكاة المال؟ ساعتها نعرفها خلاص، ولكن أصلها موجود، مظبوط ولا مش مظبوط؟ شيخنا بس مظبوط ولا مش مظبوط؟ صح ولا مش صح؟ دقيقة شيخنا، صحيح ولا مش صحيح؟ أنا يبقى بدأت القواعد كلها الموضوع بس موجودة في القرآن، بقى فين ولاية علي بن أبي طالب في القرآن؟ اسمع لي شيخنا، خليني أفهمك هسه. ما هو التحريف هنا كان التحريف، هنا كارثة. التحريف ليس في القرآن بل التحريف في الروايات. أنا أقول لك شيخنا اسمع بس، لا تسد الخط الله يخليك. شيخنا أول شيء، من بعد قبل لا يتوفى رسول الله صلى الله عليه وآله، جمع الناس في غدير خم وقال وقال ألا من كنتم مولى. أنا عندي مرارة واحدة، أنا عندي مرارة واحدة، ما عنديش استعداد بصراحة إن أنا أفقدها. تقول له عايزين أصل، يروح لك لحديث. يا عم دول في أصول في القرآن، فين هي؟ ما فيش.